فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز ترقيم القبور ليعرف قبر كل ميت؟ إذا وضع عليها علامة غير الكتابة لا بأس، وإن كان يضع عليها حجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون، يضع عليه حجر من أجل أن يعرفه ويزوره، لا بأس لذلك. إنما الكتابة سواء حروف أو أرقام هذا لا يجوز، نهى عن الكتابة على القبور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في بلادنا في أرياف، يعني القراءة الكتابة التي تقرأ، الكتابة التي تقرأ لا تجوز. نعم.